جاي احكي عن قراركم، جاي احكي عن اهلكم، جاي احكي عن كرامة اهلكم. هيدي مش انتخابات، ما حدا يصدق انه هاي انتخابات وفي ناس بتصوت وفي ناس بتنجح. هيدي مدينة، يا بتصوت المدينة يا بتنجح المدينة. الواحد منكم عم ينزل يصوت لحاله ولا امه ولا اخته ولا مرته ولا ابنه ولا جيرانه ولا اهله، لانه هيدي المدينة هي المعرضة، مش اللائحة هي اللي بتربح وتخسر. انتو شباب كلكم بتعرفوا، كلكم قد كلامكم، وكلكم انتو معنيين ومسؤولين، انتو بتدافعوا عن مدينتكم وعن عروبتها وعن اهلها وعن كرامتهم. اسمعوني كمواطن بيروتي ابو صالح، مش معالي الوزير ولا النايب.